أولا القبور زيارتها بالمطلق في الأصل سنة. كنت نهيتكم زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم إليه الآخرة. ثانيا هناك تخصيص لزور زيارة قبور صالحين دون غيرهم زيادة على الزيارة العامة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص أهل البقيع بالزيارة، وفي منتصف الليل تفقده كما في صحيح البخاري السيدة عائشة فتجده قائما في البقيع في منتصف الليل، ويخرج يشد الرحل من المدينة إلى أحد. أحد كانت خارج المدينة فتعتبر شد رحل، ليزور سيدنا حمزة وشهداء أحد. إذا لقبور الصالحين مزيد مزية. طيب دعوكم من هذا، ما تريد لا تعمل، لكن أنا بسأل سؤال أو أطالب بحد أدنى. أي حد يقول لك شرك لا تقبل، خلونا نتفق على هذا الحد اللي هو إيش؟ لا يمكن أن يكون شركا. تفضل. ها؟ ما أنا قلت في المرة الأولى الزيارة العامة مشينا عليها، ثم بنيت عليها الشيء الثاني زيارة من الصالحين على وصف خاص، بمعنى أن هناك مزية خاصة في زيارتهم. أما السؤال عن التبرك، هل أصلا مفهوم التبرك مطلق التبرك موجود في الإسلام ولا لا؟ بلى موجود. تعال أقول لك، هل تبرك الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ تبرك أول، قل لي أيوة ولا لا بعدين برر. تبركوا بالنبي تمام، وانت تقول لي هذه خاصة بالنبي، أنا أقول لك لا، تبركوا بسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه فقبلوا يده لأنها مست يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بأيدي المسلمين في الحج وهو أفضل منهم. جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم في الحج لما جاء ليشرب قال العباس له إن أيدي الناس قد خاضت في المكان الذي يملؤونه بالسقيا فننزح لك، قال بل أريد مما وضع المسلمون في أيديهم، قال الراوي يريد بركتهم. فمفهوم التبرك في التأصيل الشرعي موجود عندنا. يجي بعد ذلك تريد أحد يمنعها عن شيء ويأتي بالدليل على المنع. ما هو التبرك المشروع الذي يعتقد فيه صاحبه أن الأصل في العطاء والمنع من الله عز وجل؟ طب لماذا أنا أتبرك؟ لأن الله عز وجل شرع لي ذلك على يد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. تبركوا بالنبي ولا ما تبركوا بالنبي؟ تبركوا. تبركوا بالصحابة ولا ما تبركوا بالصحابة؟ طيب خذ اقرأ في كتاب البداية والنهاية للحافظ بن كثير، طبعا تسمع الحافظ بن كثير مفسر القرآن وصاحب التاريخ، اقرأ قصة جنازة الشيخ ابن تيمية واذكر وانظر وصفه لمدى التبرك الذي حصل بماء غسل ابن تيمية وبزيبق الذي كان يلبسه لتنفير القمل، باعوا بكذا وكذا ليتبركوا به. فتقول مالنا ومال فعل العوام، أورده على وصف الإقرار الحافظ بن كثير. طب خذ أنت ما تريد تتبرك لا تتبرك حقك، لكن أن تربط المسألة بعقيدة يرمى بسببها مسلم بشرك، هنا نقلة أخرى. عندي أدلة في الصحيحين وفي غيرها على التبرك بالنبي وعلى التبرك بالصحابة وعلى التابعين وتابعي التابعين استمرت من بعدهم، وتبركوا بآثار أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ورحمه، تبركوا بآثار الشافعي، تبركوا بآثار أبو حنيفة مالك تلاميذهم الكبار الآخذين عنه، بل أكثر من هذا هم تبركوا ببعضهم. الإمام الشافعي تبرك بغسول ثوب أحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل تلميذه. أين هذا وتوجد هذا في طبقات الحنابلة ثابتة؟ تقولي لا الدليل من الكتاب والسنة. أنا قلت لك قبل شوي إذا المسألة تعتبر عقيدة شرك وإسلام، لا معنى الشافعي مشرك وأحمد بن حنبل مشرك، كل اللي ذكرناهم أصبحوا مشركين. لما أقرأ في صحيح البخاري في 5 مواضع
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أخاف أن تشركوا بعدي، تمام؟ وفي رواية من روايات البخاري إني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ويأتي شخص يقول لي لا، النبي يقول ما أخاف، أنا أخاف عليكم تشركوا، لا أنتوا أشركتوا. يأتي يستشهد لي بحديث في صحيح مسلم لن تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزة، وفي رواية حتى تهتز إيليات نساء دوس حول ذي الخلصة. أنا كنت مستغرب من هذا الحديث اللي درسته سنة ثانية إعدادي وأنا في جدة، فلما رجعت إلى أحد أساتذتي مشايخنا الحضارمة الموجودين في جدة قال لي لا رجع لصحيح مسلم، لأن الحديث في مسلم. رجعت لصحيح مسلم فوجئت وصدمت أن الحديث له تكملة، وتكملت وأن السيدة عائشة سألت النبي لأنها استغربت، كنت أظن أن الله قد أتم هذا الأمر يعني ما عاد في شرك، قال إنه كما ذكرت يا عائشة، غير أنه في آخر الزمان تهب ريح طيبة تقبض روح كل من في قلبي مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى قوم لا خلاق لهم فيلحقون بعبادة الأصنام. هذا منطوق النص. مفهوم النص إيش؟ إذا جمعنا الحديث مع لا أخاف أن تشركوا بعدي مع حديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم كافر مشرك صوفي وهابي وضرب وتقاتل. إذا جمعنا الحديثين مع بعضهم البعض، والحديث الثالث هذا معناه قبل هبوب الريح طيبة ما في شرك في الأمة، شرك بمعنى المخرج عن الملة الذي بسببه داعش في مجلتهم قبل حادث قتل المصلين في جامع الروضة أصدروا فتوى بجواز قتل الصوفية لأنهم مشركون يتبركون، وبعدها بشهرين ثلاثة قتل المصلون وهم يصلون في داخل مسجد الروضة. هذا مرتبط بهذا، لا ينفصل عن هذا. مشرك كافر مرتد حلال الدم، يستتاب وإلا أبيح دمه. القصة كيف تنظر إلى من يخالفك الرأي في المسألة؟ هل ينظر إليه على أنه مشرك خارج عن الملة أو اختلاف في الفقه؟ يعني أنت تراها فقه ولا عقيدة، حلال وحرام ولا كفر وإسلام؟ شكرا تفضل اعتبرها حرام وخذ بفتوى اللي يقول حرام وحقك، لكنك بتحترم فتوى اللي يقول يجوز لانها مش عقيدة حلال وحرام. مدام حلال وحرام معنى جاز الاختلاف فيه، كل بحسب الدليل الذي فهمه. هنا الناس تعيش تمام لان احنا ندعوك قل لك روح تبرك ولا ما بتدخلش الجنة، كما الاخر لا يقول لا تتبرك وإلا انت بتدخل النار. جنة والنار اللي خلوها له سبحانه وتعالى، ما هي شغل. هاد دليلك أخذت بدليله أو العالم أخذ بالدليل والعالم ما أخذ بالدليل، هذا راجع عليه. لكن كفر وإسلام شرك مخرج عن الملة قصة ثانية. بغض النظر عن ثبوت الدليل أو من عدمه، ما الفائدة من وراء التبرك؟ شيء شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدم من فائدة. هذا واحد. اثنين، سألني عن إيش المعنى الذوقي. معنى الذوقي أدب مع الله سبحانه وتعالى. ليش الله عز وجل طرد إبليس؟ إبليس زنى لما الله طرده، شرب خمر، لأنه رفض أن يعلن اعترافه بتبجيل الله من بجله واصطفاه من عباده. الملائكة ليش قربوا؟ لأنهم قبلوا وسجدوا. احنا عندنا السجود حرام لغير الله عز وجل. ما الفرق بينها وبين الشرك؟ الشرك الذي ينوي فيه الساجد أن يعبد، والنية هذه ما تقدر أنت تحكم عليها إلا إذا قالها. لكن سجود الملائكة لآدم، سجود التحية، هذا فيه اعتراف لله بأني يا رب أنا قبلت وسلمت لمعنى اصطفائك لعبادك الصالحين. هذا المعنى، وتسليمي وإقراري باصطفائك لعبادك الصالحين يكون سببا لارتقائي في صلتي بك. بيجي هنا واحد يقول هل الله يحتاج واسطة؟ طبعا ما يحتاج واسطة. طب الله يحتاج صلاة؟ الله يحتاج صيام؟ ما يحتاج شيء من هذا.
لكن شرع لي الصلاة وشرع لي الصيام، شرع لي التبرك من هذا الباب. والله عز وجل أودع في نورانيات الصالحين من الأنبياء، من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، من الصالحين فيهم نورانية، النورانية تسري منهم إلى ما يحيط بهم. الحين أنت يوم تحج، ما هي الأفعال الأساسية التي في الحج؟ طواف، تمام. يوم تطوف ماذا يسن لك أن تفعل بعد الطواف؟ صلي ركعتين، السنة تصلي ركعتين فين؟ واتخذوا من مقام إبراهيم. إيش هو مقام إبراهيم يا شباب؟ مكان عليه أثر أقدام سيدنا إبراهيم. تبرك ذا ولا مش تبرك؟ منصوص عليه في القرآن. أنت لما تسعى من الصفا للمروة، إيش السعي هذا؟ محاكاة لفعل من؟ هاجر عليه السلام من الصفا إلى المروة كانت تبحث عن زمزم. بكله إيش هو؟ تبرك كل ما هو تبرك؟ الحجر الأسعد بركة ولا ما هو بركة؟ الحطيم الملتزم بركة ولا ما هو بركة؟ الله سمى بيتا مباركا وسمى الماء ماء مباركا، فالبركة تفضل يا سيدي. يا قريش بيعبدوا ربنا وكان على الدين الحنيف ماشي لحد ما بدأ يتقربوا لله باللات والعسر. شكرا. انا رحت الحسين تلاقي الناس بتطوف حوالين الله يفتح عليك. زمزم دي معجزه، كون ربنا يخرج الميه دي معجزه. اي حد تاني ولا البعيد ولا حد، لما اخش الاقي الناس بتطوف حوالين طريق لا مش نبي او دي معجزه، انما زمزم معجزه. تمام. فالمعجزة يجوز نعبدها من دون الله؟ لا، فهمت سؤالك الأول وحارد عليه، بس أنا على الجزء معلش وحدة وحدة. أنا فهمت سؤالك الأول وحارد عليه، بس أنت في الجزء الثاني من السؤال قلت حاجة، وحاجة تحتاج إلى إعادة نظر منطقيا. هكذا أنت تقول أن هذول الأربعين وغيرهم ما ينفعش، لكن دول معجزة، فالمعجزة يجوز أن أشرك بها؟ بس الشرك ممنوع هنا وهناك. دي ذكرت في القرآن. طيب، حاجة مذكورة في القرآن يجوز أن أتخذها من دون الله؟ لا دي ولا دي ولا شيء. دي سنن في الحج، يعني دي سنن في الحج. الحج يجوز أن أتخذها من دون الله؟ هذه وهذا. بجيك للنقطة الأولى اللي أنت كنت تذكرها يا سيدي. أنت كنت تقول أن قريش جابوا أثار صالحين وعبدوها من دون الله، صح؟ أيوة. لما جاءوا يتقربوا بها قالوا إيش؟ النص اللي في القرآن قالوا إيش؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إيش قالوا؟ نعبدهم. أن نرى إنسان يطوف نقول لا يجوز، لم يشرع لنا الطواف بغير الكعبة. لكن لما تنقل المسألة أنه أصبح مشرك مقارنة بكفار قريش، هذه هستيريا. كفار قريش نصوا على أنهم عبدوهم ليتقربوا إلى الله. ما في مسلم يعبد ليتقرب إلى الله يعبد غير الله. ما في مسلم يعبد ليتقرب إلى الله يعبد غير الله. ما في مسلم يعبد ليتقرب إلى الله يعبد غير الله. هل الحساسية قبل القرن الثامن ما كانت عند المسلمين بالطريقة هذه؟ إلى أن جاء شيخ الإسلام بن تيمية. ونشوف، أنا أقول شيخ الإسلام، هذا الفرق بين طرح تترى تسمعه مني وبعض الطروحات المتهجمة. جاء شيخ الإسلام بن تيمية وله اجتهادات خالف فيها من قبله في هذا الباب، في هذه المسألة، وسار على هذا النهج الإمام الحافظ ابن القيم وبعض تلامذة ابن تيمية، ما هو كلهم. ثم خمدت هذه المسألة حتى جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبدأ دعوة، أخذ من الشيخ بن تيمية الجزئيات التي فيها شدة الهجوم والتكفير لأهل القبلة على مسائل هي محل خلاف، والخلاف فيها معتبر بين السابقين من أئمة المسلمين.
فتشكلت فكرة أن الخطر، كل الخطر الآن أن الناس ستشرك، ستخرج من الملة، ونظر إلى الموحدين بالشرك، واستحل الدماء على مدى 150 سنة بسبب هذه النظرة، ولا تزال اليوم تستحل دماء، إلى اليوم لا تزال تستحل دماء. يا شباب، من أراد منكم أن يزور الأولياء يزور، من أراد يتبرك يتبرك، من لم يرد فلا يفعلن، لكن أرجوكم احذروا من شيء، أن تجلسوا أنفسكم على عرش الربوبية فتحكموا على مآلات البشر وعقائد البشر في بواطنهم بينهم وبين الله جل جلاله. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله وذمة رسوله وذمة رسوله. فلا تخفر الله في ذمته، حديث صحيح. فنتق الله في أعراض المسلمين. الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله. فكيف إذا كفرت إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أنت لم ترق لك المسألة لا تفعل، لكن احترم من راقت لهم على أسس وعلى أدلة عليها غالبية علماء المسلمين، لمن أدرك وطالع، والله أعلم.